لان كنت في الانترو بتكلم ان شكل البطوله ديت ليها طابع خاص. خلاص المنتخبات اللي كانت ما تسمى زمان المنتخبات الافريقيه الصغيره او الصغيره ما بقتش موجوده على الساحه، بنشوف مفاجآت زي غينيا الاستوائيه، بنشوف مفاجآت على مستوى جزر القمر، بنشوف مفاجآت حتى على مستوى سيراليون. يعني كلها مفاجآت بتدل ان خلاص البطوله الافريقيه او الفرق او المنتخبات الافريقيه التقارب في المستوى بقى قريب جدا. عامل التركيز وعامل الاراده وعامل الروح بقى مهم جدا. شفنا النهارده يمكن قبل ما نخش هوا شفنا منتخب ساحل العاج بيقدم مباراه كبيره جدا جدا، وشفنا خروج غانا. فانت شايف البطوله من الحته دي ازاي ورحل فين؟ يعني الفرق الصغيره زي ما حضرتك قلت غيرت الخريطه الكرويه في افريقيا، اظهرت مدى قوة البطولة. يعني احنا على الرغم من سوء التنظيم في بعض الأوقات في البطولة الحالية، ولكن المفاجآت الفرق الصغيرة تتفوق على الفرق الكبيرة زي ما حضرتك قلت، الجابون، جزر القمر، غينيا الاستوائية، حتى سيرليون في بداية اللقاءات أثبتت إن لا، ده بيرجع للعنصرين مهمين من وجهة نظري، إن معظم هذه الفرق الصغيرة يا كابتن هاني تمتلك لاعبين محترفين في الدوريات الأوروبية. صحيح. ولو دورنا وبصينا اكتر هتلاقيهم محترفين في الدرجه الثانيه والثالثه وايضا في الدرجه الرابعه في الدوري الفرنسي، الدوري الدنماركي، السويدي، تشيكي، منتشرين. فاللعيبه ديت بدات من سن صغير في الدوريات الاوروبيه، وبدات ان هي تتكامل فنيا وبدنيا وتعيش الاجواء في اوروبا، ثم طبعا اجواء الملاعب. يعني دايما اللاعبين هنا دايما احنا معروف حتى مع النادي الاهلي والانديه بتاعتنا في بطوله امم افريقيا دايما تعاني من الجو وارضيه الملعب، ولكن الفرق الافريقيه اثبتت ان هي تستطيع ان هي تتعامل وتظهر بشكل افضل، وده العنصر الثاني. تاثير طبعا الكورونا وانتشار الكورونا في معظم المنتخبات ابرزهم طبعا تونس والسنغال ايضا في البدايه اثر بشكل كبير فنيا وبدنيا على المستويات الفنيه في الجوله الاولى. ولكن طبعا الجوله الاولى كابتن هاني مش هي المقياس من وجهه نظري، يعني دائما ما كنا نرى ذلك في التاريخ. يعني أيضاً دايما دور المجموعات بالرغم حدوث مفاجات كبيره، يعني بنتكلم على خروج الجزائر وغانا مفاجاه، يعني مفاجاه كبيره جدا، وخاصه المنتخب المغربي. المنتخب الغاني يمكن اعتقادي الشخصي في السنوات الاخيره ما جددش دماغه بشكل كبير، اعتمد على الحرس القديم زي ما بيقولوا بشكل كبير، وبالتالي كان خروجه. لكن الجزائر كمان كانت مفاجاه كبيره جدا جدا طبعاً على مستوى البطوله كلها. دايما دور المجموعات بنتكلم ان هو بتبدا حتى البطل بيظهر من دور ال 16 ودور الثمانيه. صحيح. من خلال رؤيتك لغايه دلوقتي انت شايف مين افضل فريق او افضل منتخب لغايه دلوقتي موجود في البطوله؟ افضل فريق من وجهه نظري انا شايف ان المغرب والكاميرون بيلعبوا بشكل جماعي، في روح قتاليه، ظهروا بشكل ممتاز جدا. حتى لو بصينا الاحصائيات والارقام هم اكثر الفرق احرازا للاهداف، اكثر الفرق في صناعه الفرص والهجمات، وده بيدل وبيرجع على اللعب الجماعي، لعب من اجل الفوز والروح القتاليه. ايضا نيجيريا طبعا رغم غياب عناصر مهمه في بدايه اللقاءات ابرزهم فيكتور اوسيمان وعندهم ايجالو وعندهم لاعبين مهمين، بالرغم عن كده العلامه الكامله، العلامه الكامله تصاعدت بالعلامه الكامله. حضرتك قلت في غانا على سبيل المثال، غانا زي ما احنا عارفين فازت بالبطوله 4 مرات في تاريخها، يعني هي تعتبر من التوب 4 منتخبات، يعني مصر 7 مرات، الكاميرون 5 مرات، ثم تاتي غانا 4 مرات. في معلومه مهمه جدا على غانا، غانا كانت اكثر وصيف 5 مرات في تاريخ البطولة، من أكثر الدول أو المنتخبات كوصيف وصلت نهائي 5 مرات، وأيضا حققت مركز رابع 4 مرات. يعني وجودها في السيمي فاينل قد يتخطى 10 مرات، طبعا آخرهم كان في 2017. أول مرة، عدم أقاطع كلامك، أول مرة في تاريخ البطولات الأفريقية أو بطولة أفريقيا أن غانا تخرج من دور المجموعات. مظبوط. يعني غانا فريق قوي عملاق، يعني بيعاني، حضرتك طبعا ما جددش الدماء، ما ركزش، ما دخلش بالفورمه المطلوبه بتجهيزات المطلوبه اللي يحافظ على تاريخ غانا. نيجيريا زي ما بنقول صعد بالعلامه الكامله، رغم يعني هناك بعض المشاكل برضو الفنيه، ولكن صعود نيجيريا بالعلامه الكامله رغم غياب عناصر
مهمة في فريقه زي ما قلنا، بيدل أيضا على الروح القتالية، على اللعب الجماعي. نيجيريا طبعا من أكثر الفرق طبعا خدت البطولة 3 مرات، ودايما كانت موجودة كوصيف أيضا، وخدت المركز الرابع كابتن هاني، يعني أو خدت المركز الثالث 8 مرات. يعني نيجيريا وصلت للسيمي فاينل كثير جدا وحصلت على المركز الثالث في تاريخ البطولة 8 مرات، هي أكثر دولة حصلت على المركز الثالث. تاريخ المنتخبات طبعا عايز اكلمك كمان على جداً. طب انت